فزمينا كالعادة كل في تيرة 11 اليوم يعطينا الجديد في غزة عماد عيد الصحفي. أهلا وسهلا عماد، مرحبا بك معنا من جديد في هنا تونس. أهلا، تحياتي لكم ولجميع ضيوفك والشعب التونسي العظيم. عماد، ما الجديد اليوم 11 من العدوان والقصف والآن ولينا نسميها الإبادة الجماعية على غزة؟ الحقيقة لا شيء يتغير سوى أعداد الضحايا وأماكن القصف. طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ ساعات الصباح من 4 فجرا تقريبا تنفذ سلسلة من الغارات الجوية المتتالية، والتي جميعها استهدفت منازل آمنين داخل بيوتهم في رفح، مجزرتين على الأقل، واحدة 28 شهيدا و30 جريحا، والثانية 15 شهيدا و17 جريحا. إذا انتقلنا إلى خان يونس 3 مجازر، عائلة 28 منزل، 28 مواطن في بناية سكنية استشهدوا، 21 منزل في بناية سكنية أخرى، و13 في بناية ثالثة. إذا انتقلنا إلى وسط القطاع إلى دير البلح، 7 أطفال أشلاء تقطعت وتناثرت أشلاءهم على المنازل المجاورة. التوجه إلى غزة، إعلامي فلسطيني مع عائلتي 15 فردا استشهدوا في حي شجاعية، مجازر إضافية. إن نستطيع أن نقول أن سلسلة من الغارات الجوية المركزة على منازل الفلسطينيين تمت هذا اليوم، وجميع ضحايا من النساء والأطفال. أعداد الشهداء تقترب من 3000 من وصلوا إلى المشافي الفلسطينية، وهناك أعداد أخرى تحت الأنقاض. الطائرات الإسرائيلية مع البوارج البحرية الإسرائيلية مع المدفعية الإسرائيلية جميعها تواصل عمليات القصف المنظم لدفع السكان نحو اللجوء إلى جنوب قطاع غزة، على الرغم من أن سلسلة من المجازر ارتكبت اليوم أيضا في جنوب قطاع غزة. الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس له هدف في هذه المرحلة إلا قتل مزيد من الفلسطينيين. عماد، عندما تحدث في وسائل الإعلام العربية عن عائلات اختفت بالكامل من السجل المدني في غزة، يعني كنت تعطينا فكرة على هذه العائلات، كل العائلة، الأب، الأخ، الإخوة، الأطفال؟ أنا أريد أن أتحدث عن أحد أصدقائي اسمه صالح المصري. له شقيق مدرس وله 4 أبناء، 2 منهم متزوجون. له ابنة متزوجة في مصر لكنها كانت في زيارة في غزة. استشهد الأب والأبناء والزوجات والأحفاد، جميع العائلة استشهدت في القصف الإسرائيلي، 15 مواطن من عائلة المصري. زميل آخر إعلامي، أنا أريد أن أتحدث فقط على الإعلاميين. اليوم في حي الصفطاوي استشهد هو ووالده ووالدته وعدد من إخوته وعدد من أبنائه، نجت زوجته واحد من أبنائه. 73 عائلة استشهد منهم، من 3 أفراد إلى 10 أفراد. في عائلات كاملة أبيدت، هناك أطفال تم العثور عليهم، لا أحد جاء حتى اللحظة ليتعرف عليهم. العائلة استشهدت وبقي هذا الطفل الرضيع الذي دفعته الصواريخ إلى عشرات الأمتار. قصص قاسية. أحد الأطباء توجه مسرع لإنقاذ عدد من الجرحى، تفاجأ من الجريح ومن الشهداء أمامه، والده وشقيقه. طبيب آخر وجد 3 من أبنائه الشهداء وصلوا إلى المشفى ولا لا يعلم أنهم قصفوا. قصص صعبة وقاسية. أم تحضن أطفالها. كثير من العائلات حقيقة مسحت عن وجه الأرض، اختفت من السجل المدني. نحو أنا أريد أن أشير إلى أن من بين 2800 شهيد 1980 شهيد نساء وأطفال، والبقية طبعا ليسوا مقاومين. أنا أتحدث فقط عن نساء وأطفال، هناك كبار بالسن، هناك رجال، هناك كذا، لكن فقط نساء وأطفال 75% من الـ من الـ من الشهداء. أين هي الأهداف العسكرية التي تريد إسرائيل قصفها؟ لا أحد يعني يفهم ماذا تريد إسرائيل سوى قتل الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة رغم كل القصف الإسرائيلي تخرج الصواريخ من غزة ولا تستطيع إسرائيل منعها. إذن هي تصب غضبها على المدنيين الفلسطينيين، وهي تدرك أنه لا يوجد مقاومين داخل هذه المنازل، لكن هي تريد القتل فقط، والقتل أو التهجير، قتل الفلسطيني أو تهجيره أو خروجه من غزة.
كيف يتعامل الشارع في غزة الآن مع قطع الماء والكهرباء الآن؟ هل يمكن الحديث عن نفاذ المواد الأساسية كالخبز وغيرهم الآن في غزة؟ يعني أن نستطيع أن نقول أن 70% من مصادر المياه فقدت في غزة. يوجد جزء متوفر لا يكفي للمواطنين الفلسطينيين بالتأكيد. للتوضيح، غزة تعتمد بالمياه بالأساس على المياه الجوفية، لكن لا يوجد كهرباء لاستخراج هذه المياه من الأرض، وكان الجزء يأتي من دولة الاحتلال منعته عن غزة ولا زالت تمنعه رغم كل الحديث عن تسهيلات، عن مساعدات أو إعادة المياه. بالنسبة للبضائع، وزارة الزراعة أو وزارة الاقتصاد تقول أن المخزون يكفي لخمسة أيام إضافية. غزة الآن في مرحلة صعبة وقاسية، لا يوجد مياه، لا يوجد طعام كافي، لكن أعتقد أن الأزمة الحقيقية ستبدأ خلال أيام قليلة، سيجوع الناس بعد أن عطشوا. كل يوم يقول بأن المعبر رفح سيقع فتحه، عندك معطيات؟ هل تم فتح هذا الصباح أم لا لتسهيل مرور المساعدات؟ من يوم السبت وحتى هذا اليوم والمفاوضات تجري لفتح معبر رفح، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالأمس بقصف المعبر مجددا، الجانب الفلسطيني من المعبر، وقتل اليوم مدير هيئة المعابر في غزة، وكأنه يقول أنه لا يريد للمعبر أن يفتح. هناك مسافرين يتجهون يوميا من حملة الجنسيات الأجنبية، ومصر تحرك الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى المعبر وتبقى متوقفة، وينتهي اليوم ثم نبدأ بالحديث مجددا أن المعبر سيفتح بالغد. حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات. شكرا لك زميلي العزيز عماد عيد، ربنا معكم في غزة. شكرا لك أنك كل يوم تحاول تعطينا كل المعطيات حول ما يحصل في غزة من هذه الجرائم وهذه الإبادة الجماعية. نرجع